استقبلت مخيمات بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية الحجاج تمهيدا للوقوف بعرفة غدا مع تقديم كافة التيسيرات للحجاج. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري. اكتملت عملية تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات الله نتيجة قيام بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بتنفيذ خططها التي اعتمدت بدرجة كبيرة على توفير حافلات حديثة لنقل الحجاج من مكة المكرمة إلى عرفات، وهذه الحافلات مزودة بخاصية GPS تستطيع غرفة عمليات البعثة بمكة المكرمة أن تتابع خط سير الحافلات حتى وصولها إلى عرفات الله، وكذلك هي بأسلوب الرد الواحد أي أن الحافلات تقوم من مكة المكرمة ومنها إلى عرفات وبعد ذلك النفر إلى المزدلفة ومنها إلى منى بهدف التيسير على الحجاج. المخيمات تم اختيارها بعناية بالقرب من مسجد نمرة ويتوسطها موقف للحافلات لسهولة النفر إلى المزدلفة، إضافة إلى أن المخيمات مجهزة بكافة وسائل الراحة لمساعدة الحجاج على أداء المناسك بسهولة ويسر في المشاعر المقدسة سواء في منى أو عرفات. المخيمات بها كافة التجهيزات الخاصة بالتكييفات إضافة إلى مراوح مساعدة على ترطيب درجات الحرارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع غدا بإذن الله في وقفة عرفات، إضافة أيضا إلى توفير الوجبات الساخنة للحجاج والمياه المبردة والعصائر على مدار الساعة. كل هذه التيسيرات أيضا إضافة لها أن هناك ترتيب وهناك إحكام للمخيمات الخاصة ببعثة حج القرعة لمنع دخول أي من الغرباء إلى هذه المخيمات. هذه الترتيبات مستمرة إن شاء الله في منى والتي تم اختيار مخيماتها أيضا بعناية، وهذه المخيمات مجهزة بمبردات ومجهزة بتكييفات حديثة إضافة إلى التكييفات الموجودة بهدف التيسير على الحجاج حتى تمام أداء المناسك إن شاء الله.